فقير. أيها الحضور الكريم، عرفنا الفقيد معلما هادئا متسامحا راضيا قنوعا، أعطى للحياة وللناس جهده وخبرته تجربته وحبه له، تمتع بخصال ومزايا حميدة جلها الإيمان وحسن الخلق وحسن المعشر وطيبة القلب، متميزا بالتواضع الذي زاده احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب الناس. وتقديرا منا لهذا الرجل العظيم تهدي الأطر الإدارية والتربوية لثانوية ابن سينا الإعدادية عائلة الفقيد تذكارين عربونا لمحبتنا ووفائنا. التذكار الأول هو عبارة عن لوحة تشكيلية ساهم في إعدادها أساتذة مادة الفنون التشكيلية بالمؤسسة، أستاذة مريم كسكسو والأستاذ العمراني، فلهما جزيل الشكر. يقدم التذكار لابنة الفقيد السيد مدير المؤسسة السيد أحمد الصغيري والسيد دريس العيدودي ممثل مديرية الإقليمية العرائش، وسيد حاتم الدار، وسيد كذلك رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. فليس بالضرر. اللي داروا هاد اللوحه التذكاريه الصوره ديال المرحوم رحمه الله عليه. التذكار الثاني ايها الحضور هو عباره عن درع كذلك من الاطر التربويه والاداريه الثانويه. يقوم تسليم الدرع الاستاذه كتبي والاستاذه سميره ياسين والاستاذه هاشمي. كذلك ممثلين عن تلاميذ المؤسسة. بغيت